بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عندنا موضوعات كتير جدا جدا نتكلم فيها، دايما زي ما وعدنا حضراتكم لما يبقى في كلام كتير وفي لغط بنوضح الصورة لحضراتكم. وفي البداية بنطمن على فريق النادي الأهلي كالعادة، خصوصا الانتصار بيجيب انتصار في عالم كرة القدم. النادي الأهلي كان في مباراة مهمة جدا أمام الاتحاد السكندري، قدر اللي يفوز بهدفين نظيفين، والنادي الأهلي هيلعب مباراة كمان غدا أمام فريق الرجاء، مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث. لكن في مباراة الاتحاد كان في كواليس كتير وكلام كتير هنناقشه مع حضراتكم بعد شوية، ولكن في لكل لعبة ليها قواعد، وخصوصا القواعد داخل النادي الأهلي. مش هكون بعيد عن المشهد اللي حضراتكم شفتوه، وهنتكلم بالمنطق وبالعقل. النادي الأهلي عنده مباراة الرجاء وبعد كده مباراة مهمة جدا جدا أمام النجم الساحلي، اللي احنا نختلق المشاكل ونتكلم في مشاكل كتير جدا تعمل عدم استقرار في الفريق بيبقى صعب. وعجبني للأمانة دور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن حسام البدري والنجم عماد متعب في احتواء الموقف بسرعة، وده المهم في قصة عماد متعب. في قواعد وفي رولز موجودة داخل النادي الأهلي الكل يعلمها، الجهاز الفني يعلمها، المدير الكرة يعلمها، اللاعب كابتن الفريق. فمن هنا بيبقى في مواضيع بتحصل وبيحصل في الكواليس بعض الأمور اللي محدش بيبقى ملم بيها. بمعنى ان ممكن بتشوف حاجة قدام الشاشة، وده مش مبرر ولا أعذار، بتشوف بعض المواقف بيبقى فيه سيناريوهات محدش يعرفها غير المدير الفني واللاعب ومدير الكورة. فمن هنا مش هنتكلم في الموضوع خصوصا، مش عشان حاجة، عشان مرة تانية عجبني مدير الكورة الكابتن سيد عبد الحفيظ في احتواء اللغط وتقفل نقطة من أول السطر، والقواعد اللي احنا كلنا عارفينها بما فيها جماهيرنا عارفين القواعد كويس جدا بتاعت النادي الأهلي. المدرب مدرب واللاعب لاعب والإدارة إدارة، ومش هدخل في تفاصيل أكتر من كده، بس اللي عجبني هدوء نقطة من أول السطر. الأهلي عنده مباراة الرجاء، لازم أستعد بشكل قوي جدا عشان عنده مباراة مهمة جدا جدا أمام النجم الساحلي في بطولة أفريقيا. النادي الأهلي كان فيه تدريب مسائي النهاردة ومباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث أمام الرجاء. خليني أقول لحضراتكم الأسماء سريعا اللي انضمت للمعسكر: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل لحراسة المرمى، علي معلول، رامي ربيعة، وسعد سمير، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومؤمن زكريا، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وأحمد حمودي، وأحمد الشيخ، ومحمد نجيب، وكريم نيدفيد، وأحمد ياسر ريان، وعمرو السولية، وميدو جابر، وحسين السيد، وأكرم توفيق، وصالح جمعة. دي اللعيبة اللي دخلت مباراة الرجاء. أما اللعيبة المستبعدة: صبري رحيل، باسم علي، هشام محمد، باقة اللاعب الجنوب افريقي ده اسم الدلع بتاعه، عماد متعب، عمرو بركات، اسلام محارب، احمد حمدي، احمد رمضان، بيكهام، عبد الله السعيد، عبد الله الشامي. ربنا يوفق كابتن حسام في اختيار التشكيله المناسبه، واللي يلعب زي ما احنا متفقين. المدير الفني هو اللي متعايش. ده كلام متكرر، طبعا كلام متكرر، لكن مصلحه الفريق الاهم بالنسبه لنا. دي مباراة كويسة جدا، تستعد تشوف أوراقك، العناصر اللي هتروح بيها بقى مباراة النجم الساحلي، ولكن خلينا ماشيين خطوة خطوة، نركز في الدوري، وبعد الدوري تاني يوم على طول نشتغل لمباراة النجم الساحلي. خلينا نطير سريعا لمراسل قناة النادي الأهلي زميلي أمير هشام. أمير، طمنا على الفريق، التدريب النهاردة، في حد المصابين أخبارهم إيه؟ طمنا على كل اللاعبين. تحياتي ليك يا كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده كان المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي قبل المباراه المهمه امام فريق الرجاء من الجوله الثالثه، وهي مباراه مؤجله اكيد في بطوله الدوري، وهي مباراه مهمه عشان هي اكيد بروفه قويه جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين قبل المباراه، اكثر اهميه امام فريق النجم الساحلي في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. بالتالي استعدادات مستمره من النادي الاهلي، بالتحديد النهارده قبل المران
الساعة 4:30 كان في محاضرة من كابتن حسام البدري للاعبين اتكلم فيها. هي كانت محاضرة فيديو بالتحديد لآخر مباراة فريق الرجاء أمام فريق الداخلية، اتكلم فيها طبعا عن نقاط الضعف والقوة بالنسبة لفريق الرجاء وكيفية استغلال السلبيات اللي عند هذا الفريق، وطبعا أهمية الفوز في مباراة الغد حتى عشان يكون اللاعبين معنويا لائقين بشكل كبير قبل مباراة العودة أمام فريق النجم الساحلي، واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. النهارده كان مران خفيف شوية من النواحي البدنية، ما كانش فيه تدريبات قوية كتير، أيضا كان في بعض تدريبات الكورة الخفيف، أيضا تدريبات ترفيهية. مع نهاية المران كان في تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد جدا ووضح مدى جاهزيتهم لمباراة الغد. لكن خليني بالتحديد نتكلم عن المصابين يا كابتن شادي، وبالتحديد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهارده كان بيعمل او بيواصل تدريباته التأهيلية تمهيدا لعودته ان شاء الله للمشاركة مع النادي الاهلي في التدريبات الجماعية، وبعد كده ان شاء الله يشارك في المباريات. حالة عبد الله السعيد حالة مطمئنة بشكل كبير جدا، في تحسن بشكل كبير جدا في العضلة الخلفية الخاصة بعبد الله السعيد واللي كان أصيب فيها في مباراة الذهاب في مباراة النجم الساحلي في تونس. عبد الله إن شاء الله بنسبة كبيرة. أمير عايز أعرف منك، ابتدى الجري الخفيف ولا لأ؟ ابتدى الجري حوالين الملعب من امبارح. تمام، من امبارح بالظبط عبد الله السعيد بيجري حوالين الملعب بشكل كويس جدا، يعني ما اشتكاش حتى من العضلة الخلفية أو حاجة. واضح إن عبد الله السعيد إن شاء الله بنسب كبيرة جدا ممكن يكون لائق طبيا للمشاركه في مباراه العوده ان شاء الله امام فريق النجم الساحلي، وده اللي بيحاول الجهاز الفني والجهاز الطبي بالتحديد ان هو يجهز عبد الله سعيد لمباراه مهمه زي دي، واحنا عارفين مدى اهميه عبد الله سعيد اكيد سواء النادي الاهلي او منتخب مصر. ده بالنسبه لعبد الله السعيد. وليد سليمان طبعا غايب عن مباراه الغد بسبب الاصابه سواء في انكل رجله او في الركبه، بالتالي وليد سليمان ايضا من ضمن اللعيبه اللي بيتم تجهيزها بشكل كبير لمباراه النجم الساحلي، وهو احد العناصر الخبره المهمه جدا في فريق النادي الاهلي. هشام محمد بيشارك في التدريبات على فكره بشكل جماعي بشكل جيد جدا، هو طبعا عنده كسر في كف ايده، لكن هشام بيتم تجهيزه ايضا ان شاء الله ان هو يكون جاهز او يكون متاح بالنسبه للفريق في المباريات المقبله بعد مباراه الرجاء وتحديد مباراه النجم الساحلي. بس خلينا اتكلم عن هشام شويه كابتن شادي. هشام التدريبات بالنسبه له ما فيش التحامات بالنسبه يعني اللاعبين ما بيلتحموش معاه عشان طبعا الكسر اللي في ايده، لكن الجهاز الفني حريص ان هو يشارك ويكون رجله في الملعب وفي التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي عشان يكون لائق بدنيا ان شاء الله وقت ما يحتاجه الجهاز الفني وقت ما يشفى تماما من هذه الاصابه. ده بالنسبه للمصابين يا كابتن شادي، لكن خليني بالتحديد ايضا اتكلم عن وليد ازارو واللي كان النهارده عنده تدريبات اضافيه بعد نهايه المران الجماعي. النهارده كابتن حسام البدري خصص ليه تدريبات للتسديد على المرمى، وطبعا ده اكيد كان شيء مهم جدا. وليد ازارو لعيب امكانياته كبيره جدا جدا، لكن بيصادفه سوء حظ او سوء توفيق في الفرص اللي بيضيعها مع النادي الاهلي، بالتالي الجهاز الفني بيشتغل على الجزئيه دي، وده دور اكيد الجهاز الفني واللي بيشتغل عليه كابتن حسام البدري عشان يبقى وليد ازارو جاهز ان شاء الله او يقدر يكسر سوء الحظ ده ويبتدي احراز الاهداف العديده ان شاء الله مع النادي الاهلي في قادم المباريات، وتم تجهيزه طبعا لمباراه العوده ايضا امام فريق النجم الساحلي. بشكل عام الفريق خلاص بعد المران تحرك للفندق، الفندق طبعا قريب من ملعب المباراه معسكر ليله المباراه. النهارده بالليل بعد العشاء او بالتحديد خلال اللحظات دي هيكون في محاضره ثانيه من كابتن حسام البدري للاعبين، وهيشرح فيها بشكل اكتر الشكل اللي هو هيلعب بيه هذه المباراه. بالنسبه للتشكيل يا كابتن شادي، يعني خليني اقول لك النهارده كابتن حسام البدري ما وضحش التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه النادي الاهلي، خصوصا ان كابتن حسام البدري اكيد عنده حسابات، عنده مباراه مهمه امام فريق النجم الساحلي، وايضا عايز يعني يكون حريص على اللاعبين، اكيد قلقان شويه ان ممكن حد يتعرض للاصابه ولا لا، فبالتالي هو عنده قائمه واسعه من اللاعبين الجاهزين بشكل كبير جدا، فبالتالي كابتن حسام بكره هيكون ليه حسابات كتير في التشكيل اللي هيختاره لمباراة الغد، خصوصا ان الاهم طبعا مباراة الرجاء اكيد مباراة مهمة، لكن الاهم هو اياب دور نصف النهائي امام فريق النجم الساحلي. فبالتالي التشكيل ما كانش النهاردة واضح بشكل كبير بالنسبة لكابتن حسام البدري، ما بانش في التمرين بشكل كبير. بالنسبة للشريف اكرامي، الشريف اكرامي متواجد في قائمة النادي الاهلي بشكل طبيعي، لكن النهاردة وامبارح الشريف اكرامي كان بيعمل بعض التدريبات التأهيلية بالجري حوالين الملعب، تدريبات تعتبر تدريبات استشفائيه بالنسبه للشريف اكرامي، ما شاركش في اي تدريبات خاصه بحراس المرمى مع كابتن طارق سليمان، وده بسبب الاجهاد العام اللي بيعاني منه الشريف اكرامي وبالتحديد العضله الضامه، ويمكن هو كان اشتكى مع نهايه مباراه الاتحاد، لكن ان شاء الله بنسبه كبيره الشريف مش هيبتدي مباراه الغد ايضا عشان يتم تجهيزه ويكون لائق بشكل اكبر لمباراه النجم الساحلي، واللي هيكون اقرب طبعا محمد الشناوي هو اللي يبتدي في مباراه الغد. بشكل عام ان شاء الله الفريق جاهز. طمني على وليد سليمان، اخبار وليد سليمان ايه؟
زي ما قلت لك كابتن شادي وليد يعني اصابته ان شاء الله مش كبيره قوي. وليد عنده طبعا كدمه قويه في الانكل وفي الركبه، هي كدمه في الانكل سمعت في الركبه، لكن وليد ان شاء الله باذن الله بيتم تجهيزه بشكل كبير ان هو يلحق مباراه النجم الساحلي بشكل كبير ان شاء الله. هيلحق وليد سليمان ان شاء الله، حالته مطمئنه بشكل كبير جدا، وان شاء الله هيكون لائق لمباراه النجم الساحلي. وخليني اقول لك ان في حرص كبير جدا من كابتن حسام البدري على اللاعبين، مش عايز يستنفذ كل طاقتهم اكيد خلال مباراه الغد، عشان طبعا زي ما قلت لك يا كابتن شادي مباراه النجم الساحلي اكيد مباراه مهمه سواء للجهاز الفني اللاعبين الاداره كل جمهور النادي الاهلي، وهدف الاسمى بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين هو تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله خطوه كبيره ان شاء الله النادي الاهلي هيعديها من خلال مباراه النجم الساحلي ان شاء الله. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على المجهود. كمان نطير سريعا ونعرف الاجواء جوه النادي الاهلي.